بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله راح نشوف نوع تاني من التكامل. إحنا كنا في الجزئية اللي فاتت عرفنا اللاين انتجرال تكامل على كيرف، وخدنا فيه درسين يعتبر 9.8 مع 9.12 اللي هو التكامل على إيه؟ على كيرف، بس طريقة التكامل الواحد بس أو التكاملين مع بعض. المهم هنكمل المسلسل أو قصة التكامل عبارة عن إيش؟ الحين هنشوف التكامل على سطح تحت مسمى سيرفس انتجرال. سيرفس انتجرال هنا في يعني في محتويين هنتكلم عنهم اللي هم السيرفس اريا والسيرفس انتجرال. لما يبقى عندك مقطع أو سطح، عايزين نحسب مساحة السطح ده. مساحة السطح ده لها قانون وهتحسبها ببساطة، والأمور إن شاء الله كلها ميسرة وبسيطة. يبقى في عندي نوعين، فيه السيرفس اريا، سيرفس اريا، وفيه السيرفس انتجرال. سيرفس انتجرال تقريبا الاثنين زي بعض ونفس المصطلح، بس إنه فيه تعبير زيادة. تعبير السيرفس اريا بيقول إيش؟ Let الاف بي a function وفور which is a first partial derivative، المشتقات موجودة، are continuous on the closed region then the area of the surface of the region. مساحة السطح على المنطقة دي عبارة عن التكامل على الريجون تحت الجذر، موجود ايش؟ واحد partial بالاكس تربيع partial بالواي تربيع دي اي. يبقى ده قانون، انت هتاخد الدالة تروح تساوي عليها مشتقتين وتعوض في القانون وتحسب. طيب ده كده لما يقول لك احسب السيرفس اريا. لما يقول لك احسب السيرفس انتجرال، السيرفس انتجرال طرق حسابيه بسيطه جدا جدا جدا، وخاصه لما يجيني داله فيها اكس وواي وزد، داله ثلاثيه. طيب احنا ما اتكلمناش هنا، لو جت الداله الثلاثيه هتخليها زد يساوي داله في اكس وواي، وتبدا تشتق بالاكس وتشتق بالواي وتخلص منها. اما هنا لما يجيني داله فيها اكس وواي وزد، محتاج اني اعوض. محتاج ايش؟ اني اعوض. شو نعوض؟ التعويض هنا يتم ازاي يا شباب؟ عندك داله تحتوي ثلاث متغيرات دي اس، الدي اس هو نفسه القانون ده، هذا هو الحته دي هي الدي اس، دي مكرر 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 بنفس الشكل، بس على حسب ايش؟ على حسب معطيات السؤال. لو اعطاك الزد داله تحتوي اكس وواي، يبقى نشيل الزد ونحط مكانها اكس وواي، وتحت الجذر يبقى اف الاكس اف الواي. لو عطاك يا ولد الواي دالة فيها زد واكس، شايف الواي دالة فيها زد واكس، يبقى بنشيل الواي ونحط مكانها دالة زد واكس، ويبقى الاشتقاق هنا بالنسبة للاكس وبالنسبة للزد. لو عطاك يا محترم الاكس دالة تحتوي الواي والزد، يبقى انت بتاخد العكس، الاشتقاق بالنسبة للواي بالنسبة للزد. طب هتقول لي وانا اعرف ازاي استخدم اي قانون ده ولا ده ولا ده؟ على حسب المعطيات اللي في السؤال. انت بتحول الثلاث متغيرات الى متغيرين اثنين بس على حسب اللي في السؤال، مش من جيبك ولا من راسك. على حسب طيب اوكي، المسائل ان شاء الله سهله بسيطه كلها. لما نحسب حاجه اسمها الفلكس اللي هو المجال المغناطيسي، في خطوات حساب الفلكس اف دوت ان دي اس. اف دوت ان دي اس اللي هو عباره عن واحد، هنحسب النورمال اللي ان ده اللي بنسميه الايه؟ اليونت نورمال فاكتور، متجه الوحدة العمودي اللي هو جريدينت للسطح اللي هنشتغل عليه السيرفس، هيكون دالة فيها اكس واي وزد، نخليها في طرف لحالها، ونقول هنا جريدينت جي على الجي ماجنتيود عشان نطلع الشكل بتاعه. طيب في مسائل الفلكس فيه ملاحظات شوية، يقول لك الفلكس دوت اوت وورد ولا ان وورد، داخل الشكل ولا خارج الشكل. يبقى داخل الشكل ولا خارج الشكل، هنتكلم عن مسائل الفلكس، هنرجع للصفحة دي هنخليها بعدين. ماشي، الصفحة دي خليها ده الحين، لما نتكلم عن مسائل الفلكس هنرجع لها تاني. المسائل هنا عندنا نوعين في الدرس، مسائل يقول لك طلع سيرفس اريا، مسائل تانية يقول لك طلع سيرفس انتجرال، وبناء عليه في الأخير هيقول لك احسب الفلكس اللي هو مبني على السيرفس انتجرال. معايا كده؟ شوف الصح بيقول ايه يا عبود. فايند ذا ايه؟ سيرفس اريا. سيرفس اريا، احسب السيرفس اريا للايه؟ للبورشن. لحظه، هلا يا حبيبي مريم. الو، هلا هلا نايف حبيبي، وصلت؟
قلنا صيغة السؤال يعني بدل نطلع السيرفس اريا يبقى احنا هناخد القانون وبس. سيرفس اريا طب نعمل له ايه؟ تعالى كده ناخد السؤال ونبدأ ايه نحل كده خطوة كده نمهد، نقول يلا نحل السؤال الأول بخطواته علشان بعد كده نمشي ايه نفس الخطوات. بيقول لحضرتك احسب السيرفس اريا وأعطاك بس معادلة كده صماء وخلاص. Find the surface area of the portion of the plane. البلين معطيك إياه هو طيب. Bounded by the coordinates plane محدودة بمستويات الإحداثيات مع اللي هو الفيرست أوكتانت. كلمة فيرست أوكتانت يعني التمر الأول يعني الفراغ كده. هو ده الفيرست أوكتانت المستوى مسوي كده قاطع للإيه للمحاور الثلاثة وعنده قاعدة مثلثة الشكل. طيب أنت عشان تطلع سيرفس اريا محتاج انك تخلي زد لحلف طرف، اذا برنج الاربع زد نخليها لحلف طرف يساوي 12 ماينص 2 اكس ماينص 3 واي، قسم على 4 كمان يبقى زد هيساوي تقسيم 4 يبقى 3 ماينص نص اكس ماينص 3 على 4 واي، روح سوي لي اشتقاق. مرة سوي اشتقاق يبقى برشل زد بالاكس يبقى صفر يبقى سالب نص، برشل زد بالواي يبقى صفر صفر يا حبيبنا ماينص 3 على 4. احسب لي الدي اس، الدي اس اللي يقول القانون جذر 1 زائد المشتقة الزد بالاكس الكل تربيع زائد مشتقة الزد بالواي برشة الزد بالواي الكل تربيع. يلا جذر 1 زائد نص تربيع ربع زائد سالب 3 ارباع تربيع يبقى 9 على 16. هنوحد المطلبات كلهم ونحسبهم. الحسبة النهائية، الحسبة النهائية اللي هي كم؟ 29 على 16 بعد توحيد المقامات يبقى ده كده اللي هو جذر 29 على 16 بعد الحسبة وتوحيد المقامات. نروح بقى للقانون، القانون يقول إيه؟ السيرفس اريا اي اس مساحة السطح يساوي تكامل على الريجن الجذر 1 زائد الزد الاكس تربيع زائد زد الواي تربيع الكل دي ايه. طيب الريجون هنا محتاجه ايش؟ محتاجه اني اطلع حدود الاكس والواي، حدود القاعده. القاعده دي هتيجي منين وحدودها فين؟ حضرتك لو خدت المعادله نفسها بتاعت السطح اللي هي كانت بتقول 2 اكس زائد 3 واي زائد 4 زد يساوي 12. هذه المعادله الاصليه. حط الزد بصفر يا ولد يبقى صارت 2 اكس زائد 3 واي ساوي 12. واحد يقول لي ليش حطيت الزد بصفر؟ اقول لك خلاص احنا كده بننزل الارض، بنلغي البعد الثالث ونصير في مستوى واحد اللي هو مستوى اكس وواي. بيصير الريجون يا ولد في الفيرست اوكتانت زي ما رسمت قبل شويه خط قاطع اللي هو قاعده المثلث ده. المثلث ده ابعاده ايش ومعادلاته ايش؟ لو حطيت الواي بصفر او خليت الواي في طرف الحلقه هيبقى هنا واي هيساوي في الخط اللي فوق دوت، ونقول الناحيه الثانيه وقسم على 3 يبقى 4 ناقص 2 على 3 اكس. تحت واي يساوي 0 هذه حدود الواي، وهتمشي حضرتك كده من تحت لفوق كده هذه حدود الواي. طب حدود الاكس اجيبها منين؟ الاكس من صفر الى النقطه دي. طب النقطه دي هتيجي ازاي؟ حط الواي بصفر يصير 2 اكس يساوي 12 يعني هنا 6. إذا التكامل ده بكبره تكامل x يساوي صفر إلين 6 من y يساوي صفر إلين 4 ماينص 2 على 3 x تحت الجذر عندك 29 على 16 دي y دي x. كده أنا عملت إيه؟ الريجن وطلعت حدود التكامل. يبقى إذا حدود التكامل تطلع دايما مع الـ x و y زي ما شفتوا. ممكن بقى نختصر السالفة كلها ونقول يا ولد انت مش محتاج تكامل لانه هنا التكامل طلع عدد، التكامل مش فيه متغيرات. ممكن اطلع جذر 29 على 16 بره الموضوع واقول التكامل على الريجون دي ايه؟ هذا يمثل مساحه الريجون. مساحه ايش؟ مساحه المثلث. طب مساحه المثلث ايش بتساوي؟ نص القاعده في ارتفاع 29 على 16 مضروبه في نص القاعده 6 زي ما انت شايف ليه على محور اكس هذه 6 ايه. طب الارتفاع كم؟ الارتفاع ده كم؟ لو هتحط الواي بصفر وحط الاكس بصفر يبقى الارتفاع ده 4، يبقى نص في 4 في 6 24 في 12 يبقى اصبحنا جذر 29 على 16 اللي هو مضروب في ايش؟ في قيمه المساحه 12 بعد الحساب والترتيب. طب واحد يقول لو كملت، لو كملت هيطلع معاك نفس الشيء،
اطلع ده بره وتكامل احط واي، تعوض فيها بالقيمه دي وترجع تكملها تاني، هيطلع معاك نفس الحل. يبقى ده بالنسبه للحدود. انا كملت ما استخدمتش المساحه، طب هيطلع نفس الحل؟ ايه هيطلع نفس الحل اهو زي ما شايف، 24 ناقص 12 12 مضروب في الجذر 29 4. طب تقول لي ليش ليش حليت ده كله وما كان استخدمت المساحه؟ والله هقول لك، والله جت في راسنا كده ان احنا نكامل ونحسب. طب واحد جت في راسه انه يحسب بالمساحه، خلاص طالما التكامل طلع عدد يبقى يطلع بره التكامل، وده بيمثل المساحه من غير ما تكتب الحدود. مساحه المثلث منطقه منتظمه ومعروفه، وتقدر تحسب المساحه بالضرب في نص القاعده في الارتفاع. اذا قدامك الحلين صح وامورك صح كلها. يبقى مسألة السيرفس اريا هي استخدام القانون على حسب الترتيب اللي قدامك. نفس الشيء find the surface area of the box and of the cylinder x تربيع z تربيع 16 above the region in the first quadrant في الربع الاول bounded by x0 x2 x0 5. هذا مستطيل. تعالى كده ننقل. اول شيء لازم تخلي z في طرف لحاله، لازم اول شيء z في طرف لحاله هيبقى 16 ماينس x تربيع، وديها الطرف الثاني، اعمل بارشل z بالx بارشل z بالy. بارشل زد بالاكس هذا جذر تربيع مشتقة ما تحت الجذر على 2 الجذر، 2 تروح مع 2، المشتقة هنا سالب 2 اكس، 2 تروح مع 2. زد الواي يبقى مشتقة ده برضه نفس الشيء بصفر لانه مش فيه وايات. نحط القانون بتاع الدي اس، تقول لي انت بتكتبها بدون جذر، انا ببسط الاول بعدين احطها تحت الجذر، يستوي نفس الشيء. والواحد زائد مشتقة تربيع التربيع، التربيع هنا هيبقى اكس والتربيع اللي تحت يوخر الجذر، واحد مقامات مع الواحد اضرب مقص، يصير كده ضرب مقص اصبح عندك اكس تربيع مع اكس تربيع، تروح باقي لك 16 على اللي هو 16 ماينس اكس تربيع. هذا المقدار جاهز تروح تعبيه تحت الجذر. طيب اكامل الحدود فين؟ الحدود موجوده جاهزه ما فيها شيء. هذا يمثل من اكس من صفر ل 2، وهذا يمثل من صفر، يمثل مستطيل بس انا ما رسمتوش. الواحد يقول ينفع هنا احسب مساحه زي المساله اللي فاتت؟ يقول له لا والله ما ينفع، ما كان ينبعث. ليه؟ لانه الداله هنا فيها متغيرات، ما اقدرش اطلع المتغير بره. احنا لما يطلع لنا الناتج عدد نقدر نطلع العدد بره ونقول يلا خلاص او الامور كده خلصت، لكن ما ينفعش. ستاشر هنا زي ما نقول يبقى خلاص يا حبيبي طلعها بره، هي جذر 16 4 بره التكامل، ونبدا نكامل دوت. هنكمل ده ازاي؟ دي واي دي اكس هنكمل الواي الاول، يبقى الواي خلصنا منها اللي هي 5 بره الموضوع. طب تكامل ده ازاي بعد؟ نفس الشيء، سؤال يطرح نفسه، هذا تكامل عيال ساين انفيرس، ساين انفيرس ونقسم على 4 داخل الزاويه، يعني التكامل ده الكبرى ساين انفيرس اكس على 4. هنا القوانين، قوانين ساين انفيرس هتلاقيها مكتوبه ان شاء الله، ان شاء الله ان هي مكتوبه او ان هي نكتبها في اي وقت ثاني. ساين انفيرس هذا من كالكولاس، من كالكولاس 2، واحد على جذر 16 ناقص اكس تربيع، ناخد ساين انفرس اكس على 4 اللي هو جذر 16، ونعوض بصفر و2، هتحط 2 يبقى ساين انفرس نص، هنا في علامه الانفرس، وساين انفرس 0. ساين انفرس نص اللي هو ال 30 واي على 6 مضروبه في اللي بره يبقى خلاص. اذا سيرفس اريا اشتق، عوض في القانون وبس. المسائل بتاعت الدرس ده كله هتزيد عليك حاجه صغيره هتشوفها بعد شويه لما نروح للسيرفس انتجر. بعد نفس الشيء find the surface area of the portion of the paraboloid z يساوي z جاهزة وموجودة وتمام، الأمور كلها كويسة جاهزة، بس تخلي ال z في طرف لحاله موجود جاهز. أضف ال x y plane فوق ال x y plane، امسك يا ريس يلا. z يساوي يساوي اشتقاق لل x يطلع سالب 2 x، يساوي اشتقاق لل y يطلع سالب 2 y، ربع ربع اجمع واحد، صارت عندك 1 زائد 4 اكس تربيع 4 واي تربيع، والحسبه تقدر تاخد 4 من المشترك وتخليها 4. طيب هذا اللي تحت الجذر، ايه هذا اللي تحت الجذر؟ طب هنعمل ايه؟ هنجيب الحدود منين؟ من الحدود فين؟ الراجل بيقول لك اباف اكس واي بلين، اكس واي بلين معناها حضرتك انك تلغي الزد، حط الزد بصفر عشان تطلع الريجن، حط الزد بصفر، ولما تحط الزد بصفر تمديك تنقل اكس تربيع واي تربيع بالطرف الثاني، يصير عندك معادله دايره. وعلى طول معروف من زمان انه لما يبقى التكامل الثنائي فيه دويره ريجون نقدر نحول الى بولر مباشره. حطيت الزد بصفر في المعادله اصبح عندك اكس تربيع واي تربيع يساوي 4، نص القطر 2،
يعني حول بولر، شلون احول بولر؟ واحد اهو اربعه واكس تربيع زائد واي تربيع، هذه اللي هي ايش؟ ار تربيع. ومعروف ان الدي اي اللي هي ار دي ار دي سيتا الرادار دي سيتا، هذه تحويل البولر. هتحسب ده مقدار لتحت الجذر، هتعمل يو سبستيوشن او تحل بالنظر، لتحت الجذر مشتقته 8 تضرب في 8 وتقسم على 8 او 8 سبستيوشن. خدنا اللي تحت الجذر سميناه كامل سميناه يو، نشتق 8 هنقسم الار تروح مع الار يطلع لك 1 على 8 مره تكامل، يو اس نص كامل يو اس نص اللي هو يو اس 3 على 2 2 على 3، وترجع اليو لاصلها الار وتعوض فيها بصفر و2 وتكامل الدي سيتا، يبقى سيتا فقط من 2 باي. وبقى كده ايه الحسابات خلصت، باقي الحسابات كلها معاك في الحاسبه، لانه هنا اس 3 على 2 17، وده طبعا عدد من الجذر. يعني عايز حاسبه او توقف فين حضرتك؟ اذا السيرفس اريا هي عباره عن ايش؟ ايجاد المشتقات، التربيع، التكامل على حسب الحدود. تختلف المسائل من مسألة الاخرى باستخدام الحدود زمان. Find the surface area تاني مرة تانية of the portion of the graph زد يساوي هذه دالة الزد in first octant to وزن السلندر، يبقى هذه دايرة، يبقى نتوقع ان احنا نحول بولر بعد شوية اذا كان يسمح الوضع عشان الريجون دايرة. طيب خد نفس المعادلة وسوي اشتقاق، زد الاكس يبقى 2 اكس، زد الواي يبقى سالب 2 واي والاكس بزيرو، ربع ربع هتجمع يبقى واحد، تقريبا نفس المسألة اللي فاتت. نفس المسألة اللي فاتت وهنحولها بولر، ليش؟ لأنه هنا القاعدة دايرة وقال لك في الفيرست أوكتانت. الفيرست أوكتانت هنا المفروض في الفيرست أوكتانت ناخد الإيه؟ حدود الدايرة ناخدها في الربع الأول بس. يعني الحدود من صفر لاتنين باي. أنا كاتب هنا صفر باي على اتنين. أنا ما كملتش السؤال طبعًا لأنه مكرر. نفس التحويله ونفس كل شيء، عشان كده انا ايه يمكن ما كملتش، بس الحدود هنا من صفر لباي. من صفر ليش؟ لباي، اللي هيذاكر بعدي يسمعني، من صفر لباي على 2 اسف. ليه؟ لانه قال فيرست اوكتانت، والفيرست اوكتانت ناخد فيه القاعده حقته فيرست كوادرانت. تاني اقول يبقى دي لما نعدلها اللي هيذاكر وهيسمعني يبقى دي ان باي على 2، ويكمل الحل نفس اللي فوق. انا ما كملتش لانه سؤال مكرر طبعا. المهم هنا باي على 2 عشان فيرست اوكتانت. استاذ ارسلت ترى فورمولا شيت على نعم يا حبيبي، ارسلت على جروب فورمولا شيت حق معلش صوتك مش واضح، او اني عايز اسمعك انت بتقول ايه. اقول لك ارسلت فورمولا شيت على الجروب. انت ارسلت فورمولا شيت؟ ايه انت ارسلت فورمولا شيت للتكامل يعني ولا حاجه ايش؟ التكاملات اللي انت قبل شوي قلت اذا موجوده ساين فيرس او نكتبها. فورمولا شيت، تمام 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 ما قصرت. ماشي يا عصام، ماشي يا عم. يا عبد الرحمن يا حبيبي، موعدنا سبت الأحد والثلاث الساعة 8 الساعة 7. حبيبي عبد الرحمن السلام عليكم، موعدنا سبت الأحد والثلاث الساعة 8، إلا إذا كان في قصة بنقول زيادة بنقول نكتب في الجروب المثلي، بس موعدنا سبت إن شاء الله. الجديد في الموضوع اللي هو السيرفس انتجرال، ايش الجديد فيه؟ والله بنعمل نفس الخطوات، بس بيزيد علينا حاجه اللي هي الداله اللي موجوده دي اس، اللي هي الداله اللي احنا هنا تكامل على السيرفس، الداله مضروب دي اس. دي اس هي الجذر اللي احنا سويناه قبل شويه، هنزود عليها ان احنا نضرب في الداله. وتعالى نشوف ناخذ السؤال وان ايه نحل مره واحده حق السيرفس انتجرال، نتدرب عليه في البداية وهتلاقي كله زي بعض بعد شوية. السيرفس انتجرال مش تحتاج يتعرف نفسك وتقول لي انا محتاج داله
ومحتاج معادلة السطح. وين هالدالة؟ هذه هي الدالة جي اكس واي وزد بيساوي اكس، الحتة الصغيرة دي بس، هذه الدالة. هذه ايش؟ الدالة. طيب فين الاس؟ بدأ يعرف الاس. الاس از ذا بورشن، مقطع من السلندر، زد يساوي 2 ماينس اكس تربيع، ان ذا فيرست اوكتانت باوندد باي هذه الحدود. يبقى حضرتك ما هي الخطوات؟ الخطوات الاولى تحط داله الزد قدام حضرتك وتطلع منها المشتقات عشان تطلع الدي اس. زد الاكس بارشل زد الاكس هيبقى سالب 2 اكس، زد الواي محترم هيساوي صفر، يعني الدي اس راح تساوي الجذر هو تحط 1 زائد المشتقه تربيع زائد المشتقه الثانيه تربيع، يبقى جذر 1 زائد 4 اكس تربيع، والصفر ملوش لازمه. وهنا الدي اس معاها دي ايه المفروض؟ هذا القاد الدي اس اول خطوه. طيب اروح للتكامل او للسيرفس انتجرال او تكامل على السيرفس. تكامل على السيرفس جي اكس واي وزد دي اس يساوي، ابدا التعويض، خلي التكامل هنا هنشوف الريجن بعد شويه. وعندك الداله، الداله وش تقول؟ اكس فقط. شايف الاكس فين؟ اهي اللي عليها 20 صح دي. اكس مضروبه في جذر 1 زائد 4 اكس تربيع دي اي. تعال بقى نشوف موضوع الايش؟ الريجون. الريجون معطيني اياه بشكل هنا ايش؟ لو عدينا المكتوب كده، اكس يساوي صفر، واي يساوي صفر، واي يساوي 4. حاضر يا عم الحاج، مدي لك الابره دي. الشحن الشحن الشحن. كده الحدود هنا اكس يساوي صفر لحاله، واي يساوي صفر ومعاه واي يساوي 4، هذه حدود واي كامله. طيب حدود اكس معطيني صفر بس ما يكفيش، ولكن الحد الثاني هجيبه منين؟ اخذ زد زد يساوي صفر اعوضه هنا، يبقى هنا تحط صفر يساوي 2 ماينس اكس تربيع، يصير اكس تربيع يساوي 2، يصير اكس يساوي موجب وسالب جذر 2. الراجل قال لك في الفيرست اوكتانت يبقى تاخذ الموجب بس. اذا الريجن هيبقى حدود الاكس من صفر إلى جذر 2 الموجب، هذه الإكس، وحدود الواي من 0 إلى 4، وإكس جذر 1 زائد 4 إكس تربيع، الكل أس نص، دي واي دي إكس. هتكامل للواي الأول، ويبقى تخلص الواي من 0 إلى 4 بس، ويتبقى معاك تكامل من 0 لجذر 2 إكس مضروبة في القوس 1 زائد 4 إكس تربيع، الكل أس نص، دي إكس. 4 واي بره بدل الواي، وتعالى بقى نتفاهم جوه القوس. القوس داخله من غير ما تكتب سبستيوشن، 8 اكس اشتقها يبقى 8 اكس، اذا المشتق اللي داخل القوس 8 اكس. عندك هنا اكس تقوم تعمل ايه؟ تضرب في 8 وتقسم على 8 كده، تحط هنا 1 على 8 و8 اكس تصير هي المشتقه، نكنسلها وناخد الداله، نزيد الاس 1 نقسم على الاس الجديد، 4 اكس تربيع اس نص زائد 1 3 على 2، نضرب الأس الجديد اللي هو 2 3 على 2، نقلب الكسر 2 على 3، ومن صفر الجذر 2. هذه طبعا بديل اني انا اسوي سبستيوشن وينتهي الحال. 2 في 4 ب 8 يتبقى معاك 1 على 3، وروح عوض ب 1 زائد 4 جذر 2 تربيع اللي هو يصير 2، كل ده عليه أس 3 على 2 ناقص تعويض ب 0 اللي هو 1 0، يبقى أس 3 على 2 خلاص تم. إذا خطوات حساب السيرفس انتجرال نفس الكلام، بس بيزيد عليك الضرب في الداله فقط لا غير. انا طبعا جايب القانون وحاطط لك شيء وحاطط لك رسمه، لاحظ ما اعطيناش الحد، اخذنا زد بزيرو، جذر 2 عشان اخذ الفيرست اوكتانت، يعني كل شيء بالتفصيل موجود. ضربت في ده، والواي بره نفس الكلام سويته قبل شويه، ضربت في 8 قسمت على 8، اشيل المشتقه وازيد الاس 1 اقسم على الاس الجديد، وهذا الجواب النهائي. كل المسائل كده؟ اي نعم. الجي هنا كبرت شويه. الجي هنا ايش؟ كبرت شويه وقال لك سيم سيرفس ان اس ان بروبلم 15، يعني نفس الحدود بتاعت بروبلم 15، عشان كده انا اخذت الايه؟ النتائج اللي هناك، الجذر موجود.
هتيجي هنا حضرتك بدل الزد اللي موجودة هنا لازم تشيل كل الزد اللي موجودة وتحولها إلى إكس وواي، يبقى بدل الزد اللي هنا هتحط مكانها القيمة 2 ماينس إكس التربيع، وصير تفك القوس وتبسط إلين يجيك معاك شيء وبسط في الأخير. بعد الزحمة والترتيب دخلت الإكس داخل مع الجذر دوت مع الواي. نفس الحدود، إيه ولا نفس الحدود، هتاخد تكامل الواي الأول والواي يطلع بره مع السلامة. يتبقى معاك تكامل اكس واكس تكعيب مضروبه في الجذر. هتوزع تفك القوس اكس في الجذر و4 اكس تكعيب في الجذر. اكس في الجذر نعملها زي المره اللي فاتت، نضرب في 8 ونقسم على 8 وتكامل سهل. اما اكس تكعيب في الجذر ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لان المشتقه اللي بره اكتر، اللي بره اكس تكعيب واللي تحت الجذر 4 اكس تربيع، لو اشتقيناها يبقى 8 اكس، انا عندي هنا زياده. يبقى هنا لازم نعمل سبستيوشن يا محترمين، لازم سبستيوشن. الجزء الاول خلصت منه ومشيت هنا على السبستيوشن، خدت اللي تحت الجذر سميته يو. اشتقيت يبقى 8 اكس، هنقسم يبقى اكس بتروح مع اكس، يتبقى لك هنا حبه واحده بس اكس تربيع مضروبه في الايه؟ في الجذر. طيب وش اسوي في الاكس تربيع؟ لازم تنشال. انشال منين؟ تمسك الفرضية دي وتخلي اكس تربيع لها افترض، تنقل الواحد هناك تقسم على 4، يبقى تطلع اكس تربيع بدلالة اليون. تروح بقى تحط بدل الاكس تربيع تحط مكانها يو ناقص 1/4 اللي هي جاية من ترتيب المعادلة. كده تبدأ تفك الجوز، يو تربيع ينضرب في يو، يبقى يو اس 3/2، يو اس نص في 1، تكامل ده لواحد وده لواحد، وبعدين نرجع اليو لأصلها مرة تانية 1+ اكس تربيع مع الحسابات تتعوض بجذر 2. والحسابات طبعا انا ما كملتهاش علشان الحاسبه وكده، بس الجواب النهائي هذا هو الحل اللي في الكتاب. لكن الفكره الدسم هنا هو التكامل زياده شويه، ازيد من المساله اللي فاتت، بس نفس الحدود ونفس الريجو. الداله فيها اكس وواي وزد مع بعض، والداله الاس اللي هو البورشن اذا كون اللي هو المخروط زد يساوي جذر اكس تربيع بتوين زد يساوي 1 زد يساوي 4. ماشي، يبقى بنمسك اول شيء معادله السطح ده ونسوي له اشتقاق، برشل بالاكس برشل بالواي. برشل بالاكس يبقى مشتقه ما تحت الجذر على 2 الجذر، 2 اكس وده بصفر، ده يبقى 2 واي والثاني بصفر. يروحون ونربع بقى يا ريس، يبقى 1+ زد الاكس تربيع زد الواي تربيع. الواحد ينزل ربع هنا، تربع فوق وتحت يروح الجذر، ربع فوق وتحت يروح الجذر، اجمع ده كله مع بعضه، 1+ اكس تربيع زائد واي تربيع، خلصين. يبقى حبتين اكس تربيع زائد حبتين واي تربيع. انا عملت ايه؟ عملت توحيد مقامات طبعا، الواحد هنا لازم اضرب فوق وتحت في اكس تربيع واي تربيع، وهنا اكس تربيع واي تربيع، يبقى صاروا حبتين حبتين، تقدر تاخد عامل مشترك وتسبسطهم مع بعض. يا سلام، يعني طلعت دي اس كلها باتنين، يبقى تحت الجذر ده اتنين بس. طيب نيجي للحدود بقى، انت عندك هنا اكس وواي وزد، اكس واي تشيل الزد وتحط مكانها ايش؟ لازم يبقى التكامل بس يحتوي متغيرين يا ابطال، ما ينفعش 3 متغيرات، لازم متغيرين. الحدود من فين ليه؟ الحدود هنا الحته دي، هتشيل هنا زد وتحط 1 وتربع يطلع دايره، هتشيل زد وتحط 1 وتربع يطلع دايره، يعني دايرتين، دايرة جوه ودايرة بره، دايرة نص قطرها 1 والدايرة التانية نص قطرها 4، وهذه التربيعات عشان أوضح لك إن هي دايرة. وطبعا لما يبقى عندك دايرة على طول نجري نحول التكامل إلى بولر، ويبقى إحنا وضعنا كويس أو الأمور تمام إن شاء الله. بولر هيتحول إزاي؟ الإكس آر كوساين، والواي آر ساين، والتحت الجذر آر تربيع، والدي إيه آر دي آر دي سيتا، والجذر 2 طلعته بره. إذا تم تحويل كله إلى بولر. حدود الآر هتاخد من 1/4 من الدائرة الصغيرة إلى الدائرة الكبيرة، والدويرة كاملة هتاخد من 0 لـ2 باي، لأنه هنا لم يحدد فيرست كوادرانت ولا فيرست أوكتانت ولا أي شيء، هتاخد الدائرة كاملة. إذا جديد السؤال هو التحويل لبولر والأمور كلها تمشي كويسة، مش مشكلة. الدالة هنا إكس واي بس، إكس واي بس، وعطاك الزد عبارة عن البورشن اللي هو البارابلويد، زد 2 زد يساوي الكلام ده من اكس 0 ل1 والواي من 0 ل1، يعني الحدود موجوده. الحدود موجوده وهذا الحل قدام سعادتك. انت كل الحكايه اشتقاق، هذا الحل طبعا يمكن ما كان يسعفنا الوقت ان احنا نكمل ده كله. نسخت الحل بالكتاب موجود اول. اشتقاق الاكس اشتقاق الواي تربع تحت الجذر. هتروح تعوض في التكامل الدي اس تحط مكانها الجذر، وعندك اكس واي.
هنا طبعا هي هتعمل الجوز ده كله اس نص وتكامل بالنسبه للاكس الاول وتكامل بالنسبه للواي بعدين. التكامل الحدود موجوده فين؟ الحدود موجوده في السؤال، وحاططها لك من صفر لواحد ومن ايه؟ من واحد، من صفر لواحد ومن صفر لواحد لاثنين مع بعض. عايز تكامل طبعا تقدر تعمل سبستيوشن، تاخد اللي تحت الجذر تسميه هو، او تحل بالنظر. ايش النظر اللي هنا؟ اللي داخل الجذر، لو انا بكامل الاكس هيبقى مشتقة ما تحت الجذر 2 اكس، يبقى الاكس دي بتروح اللي بره دي، هنقسم على اكس ويطلع معاك اللي هو 2 بره التكامل، ويبقى الجذر القوس اس 3 على 2، زيد الاس 1 نقسم على الاس الجديد، يا اما تعمل سبستيوشن اللي تحت الجذر. كده صح وكده صح اللي هيعجبك. وبرضه نفس الشيء بالنسبه للواي، بعد التعويض هيمشي كله سبستيوشن. اخر كلام بقى المفروض اللي هو ايش؟ فلكس. Let the F be a vector field to find the flux of F through the given surface. Assume the surface S is oriented upward. Oriented upward. المسائل بتاعت الكتاب جايبها كلها upward. طب افرض قال لك downward. ايش بيصير؟ ايش بيصير؟ انا كاتب عليها ملخص في الورقه الاولى اللي قلت ارجع لها بعد شوي. لما يجي يطلب منك حساب الفلكس، الفلكس عندك احتمالين، يكون داخل السطح أو خارج السطح. نرجع شوية نقول مع بعض إيش خارج السطح وداخل السطح، عشان ده الكلام ده بيحصل في مسائل فلكس فقط، في مسائل إيش؟ فلكس المجال المغناطيسي بس. أيوه، بص للمنظر الجميل دوت. الاتجاه الأسهم خارج من جسم الكورة، اتجاه الأسهم داخل لجسم الكورة. هنا نقول upward أو outward، upward outward، هنا نقول inward downward. يعني يستوي اني اقول ابورد، يستوي اني اقول اوت وورد، يستوي اني اقول داخل ان وورد او داون وورد، يعني يستوي نفس المصطلح. طب انت بتعمل ايه في خطوات الفلكس يا حبيبي؟ انت عشان تحسب الفلكس لازم يبقى عندك القانون بيقول تكامل اف دوت ان دي اس. في مسائل الفلكس يبقى لازم السطح يكون دوراني، ويكون اتجاه الدوران هو اللي يحدد اشاره النورمال ان. عندك حالتين، اما يكون معادله السطح مكتوبه تحتوي اكس وواي وزد في طرف واحد، لازم تخليهم جي داله يساوي اف اكس واي وزد، يكون المتجه العمودي عباره عن ايش؟ تحسب الجريدينت، الجريدينت جي اللي هو بارشل الاكس بارشل بالواي بارشل زد، وتعمل له ماجنتيود وتطلع الايه المتجه، وبعدين تروح تضرب متجه ضد في الان. الخطوه الثانيه او الاحتمال الثاني، ان يساوي الجريدينت اذا قال في السؤال اوت وورد ابورد تخليه زي ما هو. طب إذا قال في السؤال ان وورد ولا داون وورد تضرب في سالب، تغير الإشارة بس. هذه مصطلحات طبعا الكتاب والمسائل اللي محلولة، هو حاطط عنوان للمسائل كلها قال لك اوت وورد، يعني الموجب بس. ولكن في داخل الشرح في الكتاب في بعض المدرسين يغير، يقول لك حط السالب حط الموجب، فاحنا بنعمل الاحتمال لكل حاجة ما بنخليهاش للصدفة. إذا لو عندي الزد والاكس والواي دالة واحدة اللي هو لأن بالموجب اللي هو اوت وورد، لو غيرنا الإشارة يبقى اللي هو إيش؟ inward أو downward. أما إذا كانت بقى في الحالة الثانية، زد لحالها في طرف في صورة زد إكس وواي، تقدر أنت تشتغل حالتين بقى. إذا قال لك upward أو outward تخلي زد بالموجب وتنقل معاها الإكس والواي. تاني تخلي زد بالموجب وتنقل معاها الإكس والواي. إذا قال لك downward تنقل الزد بالسالب وتخلي الإكس والواي بالموجب. هذه فكرة الإيش؟ ثم توجد القانون دوت وخلاص. هذه فكرة الإن وورد والأو وورد ملخص عليها، وهو مش موجودة في تمارين الكتاب، لأن تمارين الكتاب حاطط إيش؟ حاطط أوت وورد فلكس على طول. ولكن هذه الاحتياط واجب للكلام ده كله مع بعض. طيب خطوات حل الفلكس إزاي؟ أنت هتعمل إيه؟ هتعمل خطوات محددة، تحسب النورمال الأول وبعدين تضرب في الإف وبعدين تكامل. يلا كده مع بعض. الفيكتور فيلد فايند الايه؟ فلكس اوف اف ثرو ذا جيفن سيرفيس اسيوم ان السيرفيس اورينتد ابورد. خلاص ابورد يبقى كل شيء موجب والامور تمام، ما عندكش مشكله. طيب وش نسوي؟ المفروض اني عندي فيكتور اف وعندي الاس عباره عن بورشن، البورشن ده لازم نطلع منه كل شيء، وعندك حدود تكامل وفيرست اوكتات. خلاص احنا في النهايه هنكامل، بس هكامل ايش؟ قانون. قانون يقول ايش؟ تكامل الفلكس يقول ايش؟ الفلكس اهو، شوف قانون الفلكس فين؟ تكامل اف دوت ان دي اس. فانت هتعمل ايه يا محترم؟ هتجهز الان لوحده وتضربه ضرب في الاف دوت،
وتجهز الدي اس لوحده، وفي الاخر تعبي في التكامل. يعني تعمل كم خطوه؟ ان خطوه اول تضرب دوت في الاف، تحسب الدي اس، تعبي في التكامل وتعيش حياتك. يلا نمشي مع بعض خطوه خطوه. الان يجي منين؟ من معادله السطح. انا كاتب عليها فيها كل شيء. ايه يعني كل شيء دي؟ تعال امسكها كده خليها معادله، انقل الاربعه معاها وخليها كلها ايش؟ كله في طرف واحد. الزد بالموجب او اتورد او ابورد. اذا هنسوي اشتقاق، هندخل عليها الجريدينت. جريدينت ده جي بارشال اف بالاكس، بارشال بالواي، بارشال بالزد. خلاص يا عمي، اوكي، بارشال بالاكس مفيش، صفر، بارشال بالواي 2 واي، بارشال بالزد 2 زد، والباقي اصفر. روح سوي له ماجنتيود، تربيع جذر، تربيع تربيع تحت الجذر. صارت تقدر تاخد اربعه مشترك، يبقى واي تربيع زائد زد تربيع. حلوين، نكتب النورمال عباره عن الماجنتيود على المتجه على طوله، هذا اللي هو قانون اليونت فيكتور. المتجه على طوله يبقى المتجه الاصلي ده هنقسمه على 2 الجذر. قسم على 2 الجذر زي ما انت شايف، 2 تروح مع 2 في كل مره، من هنا ومن هنا راحت 2. اذا هذا النورمال، اكتب جنبه كده او تحت منه الاف. الاف اللي هو فين؟ اللي موجود في السؤال، الفيكتور. اضرب دوت، معروف ان الدوت نضرب الارقام في بعضها، صفر ضرب الاكس، هذا ضرب 2 زد، هذا ضرب 2 ضرب الواي. اذا صفر مع سلامه، هنا 2 واي زد، هنا واي زد، هتجمعهم مقام موحد يا بطل، يصير عندك 3 واي زد. هذا الجواب النهائي اللي هو هيخش التكامل. اللي هيخش فين؟ في التكامل. طيب الخطوه التاليه، يبقى انا كده عملت خطوتين، اول خطوه تجهيز الان، الخطوه الثانيه اف دوت ان، الخطوه الثالثه الدي اس. لما نيجي نطلع الدي اس اطلعه منين؟ من نفس معادله السطح، بس تخلي الزد في طرف لحاله. لازم في لما تيجي تطلع الدي اس زد في طرف لحاله. زد انا قلت الكلام ده الناحيه الثانيه، اخذت الجذر التربيعي. سوي اشتقاق، يبقى مشتقه بالاكس ما فيش، لانه مش فيها اكسات، كلها واي، يبقى صفر. اشتق للواي، يبقى مشتقه ما تحت الجذر على 2 الجذر. ربع، واحد زائد هنا تربيع زيرو، هنا تربيع، يبقى كده وحد المقامات مع الواحد، هيصير مع حضرتك مقص، يبقى 4 ناقص واي زائد واي، الواي تروح مع الواي، يبقى 4 على جذر 4 ناقص واي. إذا احنا جاهزين لحساب الفلكس. فلكس يساوي تكامل، هذا الدالة اللي طلعت بالتبسيط، وهذا الدي اس، الجذر 2 وده جذر لوحده. هتيجي حضرتك في زد موجودة، الزد هنا مشكلة، لازم تمسح الزد من أبو التكامل كله. تشيل الزد وتخليها كلها داله في اكس واي. طب ايش بتساوي الزد؟ الزد بتساوي الجذر، اهو اهو هو ده اللي طلعنا منه الجذر. شيل الزد وحط مكان الجذر، وهنا الجذر نفس الشيء. الجذر ده يروح مع الجذر ده، انا حسبت الجذر ده 4 ب 2، طلعتها بره التكامل. 2 في 3 هي شايف 2 في 3 ب 6، والجذر يروح مع الجذر اللي تحت، والواي تروح مع الواي، باقي لك ايش؟ باقي لك واي على 2 فقط. يعني الزحمه دي كلها طلعت تكامل واي. الحدود فين الحدود؟ الحدود موجوده من الصباح، بس احنا طبعا شغالين وماشيين. حدود الاكس حدود الواي، طب جبت الحدود الواي الثانيه منين؟ فحط هنا صفر، يطلع واي تربيع يساوي 4. طب ما هو واي تربيع يساوي 4 فيها موجب وسالب 2، بس الرجال قال لك فيرست اوكتات. يعني فيرست اوكتات يعني تاخذ الموجب والسالب. لا، هذه الحدود الاخيره اللي حطيتها من صفر ل2، يبقى خلاص كده انتهى الايه الحل بالنسبه للفلكس. اذا الفلكس خطوات، تعال نعيدها ثاني كده ونشوف. يلا هي موجودة هنا بس محلولة من حل الكتاب، لكن نفس الخطوات. ماشي، مش كسل مني ولا حاجة، ولكن هذه كانت زحمة مسائل عشان نحل مسائل كتير بس، وجبنا الايه الأرقام كلها. هذا الفيكتور البورشن البارابلويد، هذه زد لحالها في طرف من صفر لأربعة. توكل على الله، توكل على الله. زد هنا هنبدأ نطلع الجريدينت. ايه يبقى هنا الراجل بيقول لك اوت وورد، يبقى الصعايدة دول كلهم فين؟ مع الزد. خلي الزد بالموجب، ده يروح بالموجب بالموجب بالموجب، هذه فيها زد. تاخذ جريدينت، يبقى ناخذ اشتقاق بالاكس، اشتقاق بالواي، اشتقاق بالزد. نعمل ماجنتيود اللي هو التربيع تربيع تربيع الواحد، هذا الماجنتيود. اف دوت ان، يبقى هو راح ضرب الاف دوت ان. شلون ضرب الاف دوت ان؟ هنا نص اكس تربيع، هتنضرب في 2 اكس على الجذر. الاكس مع الاكس تصير اكس تكعيب، و2 تروح مع النص، هنا نص تروح مع الاثنين، الواي تصير واي تكعيب. هنا ايه؟ زد زد في واحد زد على الجذر. خلاص نروح للدي اس. الدي اس تجيبها منين؟ تاخد زد لحالها اللي هي دي، زد الاكس يبقى 2 اكس سالب، زد الواي يبقى سالب 2 واي، تربع وتربع يا بطل. هذا هو
تروح تعوض في الايه، في الجنون، الجنون تكامل اف دوت ان دي اس. طب ما هو الجذر ده لما جنبه ده هيروح الجذر مع الجذر، يبقى معاك البسط فقط. تشيل الزد يا بطل وتحط مكانها الحسبة دي كلها مرة تانية اهي، وتجمعهم مع بعض وتكامل بقى لوحده. طب تكامل هكامل ازاي؟ حول التكامل هو الى بولر. ليه؟ لان القاعدة عبارة عن دايرة، اش دراك ان هي فيها دايرة؟ هنا لما تحط الزد بصفر يطلع دويرة اكس تربيع 4، ولما تحط 4 يطلع برضه دويرة صفر نقطة الأصل. يعني هي دايرة، القاعدة عبارة عن دايرة، وهتاخد الدايرة كلها كاملة لأنه ما قالش فيرست أوكتانت ولا فيرست كوادرانت، عشان كده حط الحدود بتاعة الدايرة من صفر ل 2 باي. هو لما رسم هنا الرسمة التوضيحية عامل ربع الدايرة، بس احنا هناخد الدايرة كلها، هذا مجرد رسمة توضيحية طبعا. المهم الخطوات لفلكس هي هي نفس الكلام. هنا فين الدالة اللي هنطلع منها المعلومات؟ فيرست أوكتانت، هذه دالة الزد، هتخليهم كلهم في طرف واحد وتعمل جريدينت سهالات كلها واحد واحد واحد. يبقى هنا تضرب اف دوت ان، الواحد مضروب فيه الاي والواحد الثاني مضروب في الاي والثاني مضروب في 18، سهله. هتيجي حضرتك تعمل الدي اس، الدي اس هنبدا نشتق من هنا، هتخلي الزد في طرف لحاله هيساوي 6 ماينس اكس ماينس واي، هيبقى المشتقات واحد 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 تربع جذر 3. التكامل هنا سهل، حق الاي كلها والدور سهله كلها. الحدود من فين؟ الحدود من المثلث ده والفيرست اوكتانت، تلغي الزد وتحط الزد بصفر. يبقى حدود المثلث اللي تحت هتبقى واي يساوي 6 ماينس اكس، اهي 6 ماينس اكس، والحدود الثانيه صفر. ومن صفر ل 6 هذه قد سويناها في اول سؤال لما عملنا الحدود بشكل عام. اما الباقي كله حسابات وتكاملات بسيطه. لازم نركز في مسائل الدرس دوت على مسائل الفلكس دايما هي الطويله، لانه فيها خطوات كثيره ان شاء الله. تمام يا عبود؟ هلا معك عندك معك سؤال شيء يا ولدي؟ لا واضح كل شيء، يعطيك العافية. الله يستر الحال.